بالعربي والله ليلى خليتني اتأثرت جدا طبعا بكلامها. انا سعيده ان انا موجوده معاكم في اسبوع الجنوده وبحيي كل الموجودين وبتمنى لكم كل التوفيق، وانتوا يعني سواء ديزاينرز من المغرب او هاني البحيري من مصر مشرفين لينا بالنسبه للوطن العربي قدام العالم كله، ويهمنا ان الوطن العربي يوصل لاعلى مكانه في منافسه كبيره قدام طبعا الديزاينرز الكبار الاوروبيين، وانتوا حققتوا نجاحات كبيره بهنيكم عليها من قلبي. طبعا السبب الرئيسي بالنسبه لي مش ان انا احضر اسبوع الموضه، ده شيء جميل ويسعدني، لكن بالتاكيد هو تكريم اسم محمد الصغير، لانه بالنسبه لي علامه في تاريخي انا الفني. يعني الممثل جزء كبير جدا من نجاحه هو رسم الشكل الخارجي للشخصيه اللي بيقدمها، يعني الجزء الخاص بالاداء والاحساس ده انا، اما الجزء الخارجي وانا بعتبره نصف نجاح الممثل، يعني 50% نجاحي كاداء واحساس، وال 50% هو الشكل الخارجي للشخصيه. انا من بدايتي في التمثيل كنت بروح لمحمد الصغير واقول له محمد انا بعمل شخصيه شكلها كذا، يعني الدور كذا، واحده غنيه، واحده فقيره، واحده مغروره، واحده متواضعه، واحده بسيطه، واحده فلاحه، يعني كل نوعيات الشخصيات. كان هو اللي ينصحني ايه اللون بتاع الشخصيه، انا المفروض يكون شعري لونه ايه، يعني غير شعري حسب الشخصيه، المفروض تسريحه الشعر تكون ايه، المكياج بتاعي يكون شكله ازاي. يعني المساله مش ان الممثله تطلع جميله وخلاص، لا، الاجمل انها تطلع مناسبه للشخصيه اللي بتقدمها. فانا كان دايما الناس تقول لي برافو مثلا الدور ده انت طلعتي بدون مكياج، كانت تبقى دي نصيحه محمد الصغير، برافو الدور ده مثلا ما عملتي شعر اسود، انا عمري مش طبيعتي ان شعري اسود وطويل، كان ده قريب انه يديكي مثلا شخصيه الفلاحه، برافو انك عملتي كذا. كانت الناس تنسب النجاح بتاع شكل الشخصيه ليا انا، بس في الحقيقه النجاح ده فعلا ينسب لمحمد الصغير اللي ساعدني على مدى حياتي كلها وفي كل مناسبه حقيقه، يعني لغايه اخر وقت، يعني انا اخر حد هو عمل له تسريحه لشعره، يعني كان مهرجان القاهره السينمائي الدولي، ومحمد عرف قبلي ان انا هحصل على جائزه احسن ممثله، واصر ان هو بنفسه يوم المهرجان عشان انا هطلع على المسرح وهستلم جائزه ان هو لازم يعمل لي شعري. ما تتعبش نفسك، ممكن اي حد من عندك من صالون يجي، قال لي لا في جائزه احسن ممثله لازم انا اللي اعمل لك شعر بنتي. كنت متاثره جدا يومها وفرحانه قوي، وفعلا انا رحت له على الصالون ونزلنا سوا، هو يعني جايب التوكسيدو والبابيون والشياكه كلها، لان هننزل هنروح على الريد كاربت، وانا رحت له بالسواري ونزلنا سوا ودخلنا سوا على المهرجان، وبقيت اقول له بجد وشك حلو عليا، وانت بشرتني قبل المهرجان ما يقول لي، يعني هو عارف من كواليس المهرجان ان انا هحصل على جائزه. فالحقيقه انا بفتكر له مواقف كتير في مناسبات كتير، مثلا اخويا هيتجوز فيصر انه مثلا هو اللي لازم ازاي يقدم العروسه واللوك بتاعها، وكرمه الحقيقه كتير قوي علينا. يعني محمد ليه في رقبتي انا كتير 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 كتير، زي ما قالت ليلى هو من اكرم الناس، من اكرم خلق ربنا حقيقي، مع الجميع ومع اصدقائه من اجدع الشخصيات. فنان كبير، فنان غير حقيقي شكل المهنه، انها بقت اوسع واكبر، وان كل فنانين مصر لا يثقوا فنانين وفنانات الا في محمد الصغير. وزي ما قلت مش مساله تجميليه فقط، لكن هو ساعدنا ازاي نرسم الشخصيات بتاعتنا، وده اللي بينجحنا. فمحمد له يد في نجاح كل فنان وفنانه في مصر. عايز اشكره من كل قلبي، في كلام كتير حلو وحب كبير جوايا ما عرفتش اقوله له في الحياه، يعني اوقات
فعلا بنعرف بنعرف قيمة الناس اللي ليهم تأثير في حياتنا، بس ما بنبقاش متصورين ان احنا ممكن نفقدهم، فبنأجل كلام حلو ومشاعر كتير كان ممكن نوصلها لهم مع الأسف. يعني كان نفسي أقول له حاجات حلوة كتير، بس النهاردة يا رب يا محمد تكون حاسس بينا وسمعنا. وطبعا أنا يعني بالنسبة لي مصطفى وامتداد لمحمد الصغير، بحبه من كل قلبي، هو أخويا الصغير وابني ومها، وفعلا زي ما قالت ليلى هم عائلة محمد، هم عائلتنا، حبيناه من كل قلبنا وسعداء وفخورين جدا باسم محمد الصغير وبتكريمه النهارده. وبشكركم جدا وبتمنى لكم يا رب كل التوفيق، وان شاء الله النهارده نشوف فاشن شو عظيم، يعني نستمتع ونشوف كل الجمال والشياكه من الديزاينرز المغاربه واذا كان في اي جنسيه اخرى، وطبعا من هاني البحيري الصديق العزيز اللي برضو بدانا حياتنا مع بعض من البدايه. يعني اول ما بدا هاني وانا كنت لسه في بدايه التمثيل، كان برضو هاني يعني من اول الناس يعني اللي عملوا لي مثلا اول فستان سواري اتفصل لي. يعني دايما متعوده اروح مثلا على المحل اشتري فستان جاهز، اول مره البس فستان ديزاينر بيعمله لي يعني بيتفصل عشاني مخصوص، كان فعلا من هاني البحيري. وبرضو هاني من الناس اللي حقيقي ساعدوني.